حقيقة أنا مش مصدقة نتيجة الكويز وحشة جدا. ممكن أعرف إيه السبب؟ ليه مستوى الستيودنتس وحش كده؟ عادي يعني يا ميس دلال، إحنا لسه في الأول، لسه بناخد على الجو لحد ما الدنيا هتتظبط. بصراحة الدنيا مش مستقرة خالص في المدرسة. يعني إيه؟ يعني في مشاكل، كل يومين تلاتة يحصل مشكلة، وده مأثر يعني على تركيز الأولاد. وبصراحة كده يعني في كلام إن المدرسة ممكن تقفل. والله احنا مطلوب مننا ان احنا نركز في اهدافنا وبس، وان لو حصل اي مشاكل المفروض ان انتوا والاولاد تكونوا بعيد عنها وتركزوا في التعليم وبس. طيب وبالنسبه للكويز، الاهالي كده لما هتعرف النتيجه هتزعل جدا. ما احنا عشان كده مش هنعرف الاهالي ولا الاولاد على الكويز ده. الكويز ده كان لينا احنا عشان نقدر نقيس مستوى الطلب. صباح الخير. صباح النور. اتفضل. بعد اذنك. معلش بقى اتاخرت شويه. واتاخرت ليه؟ كنت سهرانه على الميزانيه، عماله اجيبها يمين شمال مش راضيه تظبط. عادي يعني، نمت متاخر وصحيت متاخر شويه، مش مشكله. المهم انا وانتي لازم نتكلم، لازم نخطط للي جاي. ماشي. هو الكيس ده فيه ايه؟ أكل من الكانتين اللي انتي ما بتحبيهوش، مش هيلثي. مع ان انا حاسه ان العيش ده يعني شكله كده براون بريد دايت. خلاص خلاص، ما تعمليش الفيس ده، خدي. انا هجرب بس. عشان جبتوا جريدز حلوه في الكويز، بس المره الجايه عايزاكم تجيبوا جريدز اعلى. واي حد فيكم عنده اي مشكله في اي حاجه يجي لي على طول. وعلى فكره بقى، في مفاجاه حلوه قوي، بس هقول لكم عليها بعدين. هنفضل قاعدين ساكتين كده؟ مش عارفه يا ماما، بس انا حاسه ان اللي عمل كده قاصد ان هو يبوظ لنا الدنيا. حد زي مين؟ مش عارفه، بس انا لو اتكلمت مع الاسمون جابر وعلي دول ولو نص ساعه هقررهم واعرف كل حاجه. لا دي بسيطه، ما فيش مشكله خالص. انت لبسي نفسك قضيه وخشي معاهم الحجز، وساعتها بقى تقعدوا تتكلموا براحه راحتك. ده وقت هزار يا ماما؟ وقت هزار؟ اعملي زي الاهبل اخوكي عزيز اللي قعد يحقق مع الشيف اللي كان السبب في تسمم العيال في المدرسه، وبرضه ما وصلش مع الحاجه. عزيز ايه بس يا ماما؟ ايوه الشيف، صح الشيف. خلوها تدخل.